Athena's ball on Mars. المريخ where the acceleration due to gravity is 0.379 g اللي هو ضرب 9.8 and air resistance is negligible. Is hit directly upward and returns to the same level 7.5 seconds later. يعني طلعت نزلت مرة تاني والرحلة دي استغرقت 7.5 seconds. في البارت ايه بيقول لي how high above its original point did the ball go؟ يعني طالب ال h max او ال h. فاحنا عندنا السرعة، عندنا الزمن، وعندنا الدلتا واي بصفر راح ورد، وعندنا كمان الاكسلريشن. فاقدر اقول كده الدلتا واي بتساوي، لا مش عايزين الفي نوت تدخل معانا، الفي نوت طبعا داخله في الكل، احنا عندنا مطلوب الاتش. طب نجيب الاول السرعه الابتدائيه، هقول كده في نوت تي زائد نص اي تي سكويرد، عندي كل حاجه الا السرعه الابتدائيه اجيبها 7.5 وراح ورد في نفس المكان مفيش دلتا واي، وهنا ماينس 0.379 ضرب 9.8 7.5 تربيع كده. اجيب الفي نوت لانها داخله في كل القوانين، احسب دول واديهم الناحيه التانيه، يبقى نص في 0.379 في 9.8 في 7.5 تربيع تقسيم 7.5. إذن الفي نوت 13.93 متر بير سكند. How fast was it moving just after it has hit؟ هو طبعا ده البارت A، ده البارت B، يعني ده جواب ال B. طب نكمل بقى كده ال A، احنا عايزين أقصى ارتفاع، عارفين إن فوق خالص ال V فوق بتبقى بصفر، والفي نوت حسبتها واتنين ايه دلتا، هو احنا عايزين الحتة دي. طب الفي نوت اهي وفوق خالص بيبقى بصفر، والاكسلريشن ماينس 0.379 ضرب 9.8، يبقى هاخد اربعه واقسمه على اتنين وعلى 0.379 في 9.8 يديني الدلتا واي اللي هي 26.1 متر. كنا ممكن حسبناها ازاي كمان، الدلتا واي بتساوي الفي نوت زائد الفي النهائية اللي هي 13.93، الفي النهائية بصفر على اتنين ضرب الزمن اللي هو 7.5، لا على اتنين بقى لأنه طلع في نص المسافة، طلع نفس القيمة 26.1. يبقى أنا حسبت الفي نوت لأنها داخلة في كل القوانين، الأربع قوانين داخلة فيها الفي نوت، فحسبتها الأول. راح ورد نفس المكان يبقى الدلتا واي بصفر. الفي نوت مجهوله والزمن معروف والاكسلريشن معروفه، جبنا الفي نوت اقدر استخدم بعد كده اي قانون عشان احسب الدلتا واي، القانون الثاني اللي هو ده، القانون الثالث اللي هو دلتا واي بتساوي في نوت تي زائد نص اي تي سكويرد، بس استخدم نص الزمن لان الصعود في نص الزمن والهبوط في نص الزمن، او القانون الاخير في نوت زائد في على 2 في التي اللي هي نص الزمن. ابريكس دروب زيرو انيشال سبيد، لما يقول دروبد يبقى الفي نوت بصفر، لما يقول ثرون يبقى في قيمه للفي نوت. From the roof of a building the brick strikes the ground in 1.9 seconds with that time. You may ignore air resistance so the brick is in a free fall. How tall in meters is the building؟ يعني عايز الارتفاع. What is the magnitude of the brick's velocity just before it reaches ده جراوند، عايز بس الماجنتيود ما يهموش الإشارة. بعدين سكتش ده في الغالب ما بيجيش في الامتحانات. طيب احنا عندنا الشكل اهو، وادي الحجر، الفي نوت بصفر، الاي بماينس 9.8 متر سكند تربيع، بيسألني على الفي هنا النهائية وبيسألني على الاتش.
في البارت ايه بنقول ان الدلتا واي بتساوي الفي نوت تي زائد نص اي تي تربيع، وفي البارت بي الفي النهائيه في الابتدائيه زائد الايه في التي. ده بصفر لان الفي نوت بصفر ماينس 9.8 والتي قال لي 1.9، يبقى نص في 9.8 في 1.9 تربيع. اذا الدلتا واي بتساوي ماينس 17.7 متر، يعني نزل المسافة دي. اذا الاتش بتساوي 17.7 متر بالموجة. هنا صفر برضو ماينس 9.8 1.9 9.8 في 1.9، يبقى السرعة ماينس 18.6 متر بير سكند. اذا الفي كماجنتيود، هو عايز الماجنتيود 18.6 متر بير سكند. يبقى اجابتنا الارتفاع 17.7 والسرعة 18.6. A hot air balloonist rises vertically with a constant vertically of magnitude 5 meter per second. Releases a sandbag at an instant when the balloon is 40 meter. يعني من هنا نقول مثلا كده اهو، من هنا لغاية هنا 40 متر. طيب بيقول after it is released it is free fall. Compute the position and velocity of the sandbag at 0.155 second مرة 1.2 second مرة after its release. عايز حاجتين بيقول، ال velocity وعايز ال position. طب نطبق قوانين مباشرة، هي الدلتا واي بتساوي الدلتا واي ده الفرق، وعايز ال position يعني اجمع عليها ال 40، بتساوي ايه؟ في نوت مدهنلة بخمسة زائد نص A T سكوير. تعالوا نحسب الدلتا واي عند 0.155 بتساوي ايه؟ الفي نوت بكام؟ خمسة، والتي خلاص 0.155، والاكسلريشن ماينس 9.8 ودي نفسها 0.155 تربيع. فهقول كده 5 في 0.155 ناقص نص 9.8 0.155 تربيع، طلعت 0.66 تقريبا متر. اذا هو بيقول البوزيشن، البوزيشن عند 0.155 سكند، اجمع عليها ال 40 يبقى 40.66 متر. طيب بالمرة بقى كمان، دلتا واي عند ال 1.2 بتساوي، هنعوض هنا يعني 5 في 1.2 بدل 0.155، نص 9.8 في 1.2 تربيع ماينس 1.06 متر. اذا البوزيشن 40 ناقص الكلام ده او 40 زائد الماينس ده طلعت 38.9 متر. يبقى دول البوزيشن ده وده. طيب والسرعة، الفي النهائية بتساوي الفي الابتدائية زائد الاي تي. طيب عندنا الفي النهائية عند 0.155 بتساوي الفي الابتدائية بكام؟ بأربع، بكام؟ بخمسة، ودي ماينس 9.8، يبقى مرة 5 ناقص 9.8 في 0.155 طلع 3.48 متر بير سكند. طب والفي عند 1.2 نفس الكلام، 5 طبق ناقص 9.8 في 1.2، فطلعت نازلة لتحت بماينس 6.76 متر بير سكند. يبقى كده بارت ايه خلص.
جبنا الفيلوسيتيز وقبل كده جبنا البوزيشنز. في البارت بي طب بيقول لي هاو ماني سكندز افتر ات ريليز داز ذا باج سترايك ذا جراوند. يبقى ينزل تحت خالص، عشان ينزل تحت خالص لازم يكون الدلتا واي بماينس 40. عندنا السرعه الفدائيه وطالب الزمن هو نص ايه تي تربيع. تعالوا ايه نعوض هنا بماينس 40 لننزلهم 5 التي مجهوله ناقص 9.8. يبقى اقول ماينس 40 يساوي 5 الفا اكس ماينس نص في 9.8 في الفا اكس تربيع. شيفت سولف، دخل رقم موجب مثلا مكتوب 1.65، دخل مثلا ثانيتين عشان يطلعش رقم سالب، ممكن يكون في حل سالب معادلة من الدرجة الثانية. إذا التي اللي هيخبط فيها الأرض 3.41 سكند. يبقى ده البارت بي. طب في سي يقول لي with what magnitude of velocity does it strikes the ground. أطبق القانون الثاني اللي هو ليه علاقة، وعايز السرعة بالسرعة الابتدائية واتنين ايه دلتا واي. ليه بقى؟ دلتا واي معروفة، انا مش عايز استخدم الزمن ده، ممكن استخدمه بس ممكن يطلع غلط، فأحسن أطبق بالمعلومات اللي هم مديهاني، اللي هو ماينس 40 وماينس 9.8 وده 5 تربيع. 5 تربيع زائد لأن ناقص في ناقص 2 في 9.8 في 40، واخد الجذر التربيعي للناتج فطلع. اذا الفي بيسالني على الفيلوستي ولا بيقول لي ماجنتيود، ماجنتيود باخد الاشاره الموجبه اللي هي 28.4، هو نازل فالمفروض سرعته سالبه، لو كان سال لي فيلوستي كنت حطيت الماينس لان هو نازل مش صاعد. بيقول لي وات ذا جريتست هايت اباف ذا جراوند ذات ذا ساند باج ريتشز. يعني عايز لما يصعد فوق، طبعا لما بنرمي الساند باج ايه اللي بيحصل لها؟ تطلع فوق شويه وبعدين تروح نازله. فبيسالني على اقصى ارتفاع، طبعا لازم احسب الدلتا واي اللي هي فوق خالص السرعه النهائيه بصفر، هنا بصفر وهنا عندي سرعه ابتدائيه وعندي عجله اقدر اجيب الدلتا واي، يبقى في سكوير بتساوي في روت سكوير زائد 2 ايه دلتا واي. الدلتا واي دي هجمعها على ال 40، هنا بصفر لان صعد فوق خالص وهنا 5 تربيع ودي ماينس 9.8. اذا الدلتا واي اقصى بقى ارتفاع وصل له، اقصى دلتا واي وصل لها 25 تقسيم 2 تقسيم 9.8 طلعت 1.28 متر. اذا الاتش ماكس زيد عليها ال 40 تطلع 41.3 متر. يبقى كده خلصنا السؤال، والسؤال ده مشهور في الامتحانات وحال الواحد زيه في احد الامتحانات، شوفوها بقى في الاكزامز يعني هتلاقوا سؤال متكرر مرتين يعني بينهم يمكن 6 7 سنين ولا شيء، يعني سؤال مشهور شويه ان بيريليز اوبجكت من حاجه متحركه، فطبعا السرعه الابتدائيه بتكون نفس الجسم المتحرك، يقول لك ريليزد او دروبت، يضحك عليك عشان ما تفكر ان هي صفر دروبت. احنا لو اسقطنا شيء اوبجكت يعني من بيلدينج، طبعا البيلدينج ما بيتحركش فسرعته صفر فياخد سرعته صفر، لكن لو اسقطنا اي جسم من جسم اخر متحرك ياخد نفس سرعته الابتدائيه حتى لو قال ريليزد او دروبت. An egg is thrown nearly vertically upward from a point near the cornice of a tall building. يبقى عندنا مبنى طويل ومن حافته كده عند الجدار بتاع السطح رمينا بيضة فراحت ونزلت تحت. بيقول the egg just misses the cornice on the way down and passes a point 37 meter below its starting point 5 seconds after it leaves the thrower's hand. يعني بعد ما سابت مكان القذف نزلت على المستوى اللي قذفت منه 37 متر في 5 ثواني. يبقى عندنا الزمن والمسافة والاكسلريشن. طبعا اقدر اجيب اي حاجة دلوقتي. بيقول what is the initial speed،
يعني عايز ال V note هنا. وفي ال part B how high does it rise above its starting point، عايز الحتة دي اللي هي ال H مثلا. What is the magnitude of its velocity of the highest point؟ طبعا صفر، هنا السرعة بصفر، إجابته صفر. What are the magnitude and direction of the its acceleration at the highest point؟ minus G. أسئلة conceptual. لو نجاوب البارت A والبارت B. البارت A B C D وفي رسم كمان. بالنسبة لل A احنا عايزين سرعة ابتدائية، يبقى أقول دلتا Y بتساوي ال V نوت T نص A T تربيع. نزل 37 في 5 ثواني والاكسلريشن معروف كده. اقدر اجيب ال V نوت، هقول ماينس 37 بلس تقسيم 5، فطلعت ال V نوت ب 17.1 متر بير سكند. ده البارت A. البارت B عايز ايه؟ عايز اقصى ارتفاع. اقصى ارتفاع يعني لما يطلع فوق خالص السرعة بصفر، ورجع سألني عليها في البارت C. هنا بصفر طبعا عند اقصى ارتفاع، وده 17.1 تربيع ماينس 9.8، ودي هنسميها H. يبقى ال H هتساوي نفس الرقم ده تربيع تقسيم 2.9.8 كمان، فطلعت 14.9 متر. طيب البارت سي كلمة والعايز الماجنيتيود الفيلوست عند الفيلوست عند الهايست بوينت، وعايز في اللي وراها وات ار ذا ماجنيتيود اند دايركشن. يبقى الاي بتساوي ماينس 9، طب خلينا نقول هي 9.8 متر على السكند تربيع، قول لي تحت ونشيل انه عايز الماجنتيود. في البارت الاخير سكتش ثلاث حاجات، ال A وال V وال Y. كلهم طبعا تي، هنا ايه الايه ثابته ماينس 9.8 متر بير سكند. خلصنا من الايه. طيب هنا الفي بدات ب 17.1 وفضلت نازله، فين يتقاطع 17.1 على 9.8؟ يطلع 1.75 ثانية، يعني عند الزمن ده هيبقى بصفر وبعدين يبطل سالب. طيب بالنسبة للواي واضح كده انه هيبدأ يزيد وبعدين يقل. هنعتبر المكان ده صفر، الواي بصفر، فهيزيد لغاية ما يوصل 14.9 وبعدين يبدأ ينزل تاني. يبقى هنا أقصى ارتفاع 14.9 بعدين ننزل تاني. زمن الصعود ممكن نحسبه ازاي؟ نقول 17.1 تقسيم، احنا حسبناها هنا أقصى ارتفاع اللي هو يبقى بصفر 1.75، وهنا يبقى الضعف اللي هو 3.5، وبعدين المسافة تبقى بالسالب. You throw a small rock straight up from the edge of a highway bridge. A small object moves along the x-axis with acceleration مدهاني ال AX بتساوي minus 0.032 في 15 second minus 7. At t equals 0 the object is at مديني ال X بتاعته ومديني ال V note. Will what is the X coordinate of the object when t equals 10؟ يعني عايزنا كامل مرتين عشان اجيب البوزيشن.
طيب ال V تكامل ال AX. طيب يبقى هيساوي ايه؟ ماينس بوينت او 3 2. تعالوا نكمل ده، طبعا ده ثابت، ف 15 تي ماينس تي سكويرد على 2 زائد كونستانت. بيقول لي طبعا ده الفي ات تي بتساوي 0، الفي بتساوي 8 متر بير سكند. يبقى صفر، لا هنا 8 وده صفر، طبعا ده صفر وده صفر، فده كله صفر، يبقى السي بيساوي 8. اذا الفي بتساوي ماينس بوينت او 32، ده كونستانت، 15 تي تي تربيع على 2 وزائد 8 اللي قال لي عليه. طيب تعالوا بقى نجيب البوزيشن اللي هو الاكس تكامل الفي، يعني ماينس بوينت او 32 ده كونستانت، 15 تبقى تي سكوير على 2 يعني 7.5 تي تربيع ناقص تي تكعيب على 3 في 2 ب6 زائد 8 تي زائد كونستانت، نسميه مثلا كونستانت داش. طيب مديني البوزيشن عند الصفر اللي هو بماينس 14، يبقى ماينس 14 هنا صفر، صفر وصفر ده كله هيروح، وهنا صفر فده راح، يبقى السي داش بالرقم اللي قال لي عليه. اذا الاكس هتساوي ماينس بوينت او 32 7.5 تي تربيع تي تكعيب على 6 8 تي ناقص 14، بحيث لو حطيت صفر ده كله يروح يتبقى ماينس 14. هو عايز ايه بقى؟ عايز وات ذا اكس كوردينيت اوف ذا اوبجكت وين تي ايكوالز 10. اذا اكس عند ال 10 بتساوي، يلا نعوض ب 10 هنا، هيبقى ماينس 0.032 في 7.5 في 10 تربيع يعني 100 ماينس 1000 تقسيم 6 زائد 80 ماينس 14، فطلع ان الاكس 47.3 متر. يبقى لو اداني الاكسلريشن اكامل اجيب السرعة، اكامل اجيب البوزيشن، طبعا اعوض بالكونستانس اللي هو مدهاني، وعوض تعويض مباشر بالعشرة اداني البوزيشن عند الاكس بتساوي 10. A brick is dropped from the roof of a tall building. يبقى عندنا مبنى كده عالي وحماتك مثلا فايتة من تحت ولا حاجة، فانت اسقطت حجر من غير ما تاخد بالك يعني، فبيقول it falls 40 meter in one second time interval. لا لا هنا after it has been falling for a few seconds، بعد ما نزل شوية it falls 40 meter in one second، يعني مثلا من هنا لغاية هنا الحتة دي 40 متر، معرفش بدأ بكام ولا وصلت سرعة كام، بس عارفين ان 1 سكند نزل فيها 40 متر، وعارفين العجلة اكسلريشن، فاقدر اجيب الفي نوت واقدر اجيب الفي. ويل وات ديستانس ويل ات فول ديورينج ذا نيكست 1 سكند، يعني كمان 1 سكند هينزل قد ايه؟ اكيد اكثر، لان كل شوية سرعته بتزيد. فطالب هنا الدلتا واي بكام في 1 سكند؟ لا لو عرفت السرعة دي يبقى خلاص مع العجلة مع الزمن. طب الأول ندرس الحتة دي، هقول كده الدلتا واي بتساوي الفي نوت تي نص اي تي سكوير، احنا عارفين ايه؟ عارفين دي ماينس 40 نزل 40، مش عارفين السرعة بس عارفين الزمن واحد، وعارفين الاكسلريشن واحد تربيع. كده اقدر اعرف الفي نوت بكام، اللي هي دي بكام يا ترى؟ ماينس 40 هتساوي الفا اكس ماينس نص في 9.8 في 1، يعني شيفت سولف واقول يساوي
طلعت بماينس 35 بوينت 1 متر بير ثانية. دي سرعة فدائية هنا، أقدر أعرف السرعة النهائية هنا. إذا كانت كده باللون ده V النهائية بتساوي V الابتدائية زائد الـ A في الـ T. طيب الـ V الابتدائية أهي ماينس 35.1 وهنا ماينس 9.8 وهنا 1، يعني هيساوي 44.9. دي السرعة اللي هيبدأ بيها الرحلة التانية، الثانية التانية. عندي الابتدائي وعندي الزمن وعندي الاكسلريشن، ببساطة أقدر أجيب الدلتا واي اللي هو عايزها. طيب بدأ بكام؟ بالسرعة دي. الزمن واحد، الاكسلريشن ماينس 9.8. يبقى احنا بدأنا جبنا دي وبعدين جبنا دي عشان أدرس المرحلة دي. فده نفس الشيء في واحد، ماينس نص في 9.8 في واحد، فنزل ماينس 49.8 متر بالثانية. يعني تطبيق للقانون أكثر من مرة.